ايه الورد ربع كيلو عامل 38.5. شاي العروسة ربع كيلو 37.5. يبقى الوردة 38.5، العروسة 37.5. ليبتون 49 ربع كيلو، ده الناعم. كابوس الناعم الربع كيلو عامل 41 بدلا من 46، 41 بدلا من 46. في بقى العروسة 100 جرام، ده عامل 16 جنيه. الوردة 100 جرام عامل 15 جنيه. ده في روز جاردن، ده مشروب شوكولاتة، ده 300 عامل كام؟ 38.5 بدلا من 42. ده كده الوردة الخرز الربع كيلو عامل كام؟ 56.5. الوردة الخرز النبتون الخرز الربع كيلو عامل 48. يبقى الوردة أعلى، الخرز أعلى من النبتون، عامل 56.5. والوردة خرز 56.5، النبتون الخرز الربع كيلو 48. احمد شيخ الربع كيلو عامل 41. ده كده ده عرض خاص، الربع كيلو عامل 41 جنيه. ده الميت فتلة اللي بتم هنا، شاي تقيل الميت فتلة 55-75، ده اللي هو التقيل. في بقى هنا الميت فتلة العادي ومعايا 20 فتلة، يعني 120 فتلة، عامل 60-75، 60-75. في ليبتون 100 فتلة إماراتي فوق عامل 92.5. العروسة 25 فتلة المميز ب14 جنيه، 25 فتلة. الوردة 100 فتلة عامل 39.5. في هنا بقى بعوف الميت فتلة عامل 77، وفي 50 ده شاي سلام، والخمسين 54. العروسة عادي الميت فتلة ب38 العادي، لكن الميت فتلة المميز ب53. هنا بقى ده أحمد شاي أخضر الميت فتلة عامل 94، وأحمد برضو شاي ده إفطار إنجليزي الميت فتلة عامل 109. ده كده ده اسمه ايه؟ توماس هينز، ده شاي اخضر بالليمون 80 فتلة عامل 69. النوع ده بالنعناع 25 فتلة عامل 115. رويال شاي اخضر 25 كيس ب 17.5. تحت ازيز ده اسمه 12 عامل 12 جنيه ازيز. شنطة الميش المميزة دي عاملة كام؟ 899 بدلا من 1000 جنيه. فيها ايه بقى؟ فيها 2 كيس جوز الهند، 1 كيس زبيب ايراني، 1 لفة التاتشين اللي هي الاحلام 300 جرام، كيس اراسيا، كيس مشمشية كل واحد 1/2 كيلو، 1 كيس بندق 1/2 كيلو، 1 كيس لوز 1/2 كيلو، 1 لفة قمر الجين ثاني سوري 400 جرام غير الاحلام، 1 كيس كركديه ربع كيلو، 1 كيس خروب 1/2 كيلو، 1 علبة بركة طيبة تمر اللي هي الواجي 700 جرام. دي كلها الكرتونة دي اسمها شنطة اليميش المميزة، عاملة 899 بدلا من 1000 جنيه. دي كده الحاجات اللي فيها. جنة الظرف ده 350 جرام عامل 23.75، 350 جرام 23.75. الهامل النعالي ده 350 جرام عامل 22.5، 22.5.
لو جبت كيسين من ده الكيسين هيبقى 700 جرام، هيبقى 700 جرام، هيبقى عاملين كام 700 جرام؟ 22.5 يبقى 45، هيبقى 700 جرام ب 45. انت عندك الثانيه 700 700 جرام اللي هي الجنة عامله كام؟ عامله 50 صح؟ عامله 50 كده. بقى هنيجي هنا ورود الزيت في آلية 700 عامل 43 جنيه، 700 الطعام 650 عامل 39، اللي هو البروج الفرنساوي ده 680 عامل 39. ثاني ده 2400 عامل 156 وربع، 156 وربع ده 2 كيلو 400، ده 4 كيلو 400 عامل 280، 280 4 كيلو 400، 2 كيلو 400 عامل 156. لا كده ده زيزينيا، لا الاول في صانيو، صانيو معايا في فيجيتار ده عامل 49، زيزينيا ده 700 عامل 39، في النقاء ده 750 عامل 46، في فوق سلسال ده 700 عامل 39، تبارك 650 عامل 39، يبقى تبارك ده 650 39، زيزينيا ده 700 39، في سلايد ده 750 عامل 50، في النقاء هنا ده كيلو 800 عامل 114، النقاء كيلو 800 عامل 114، عافية 800 عامل 59 75، ده اللي هو دوار الشمس. في بريمي 850 عامل 59، الصافي بتاعه 782، بلانكا 850 عامل كام؟ 59، هلا 750 عامل 51، كريستال 800 عامل 60.5، يبقى هنا ده كريستال 800 عامل 60.5، في كريستال الدورة عامل كام بقى؟ كريستال الدورة 800 عامل 72، والكريستال الدورة 2 كيلو 200 عامل 185 بدلا من 192، عليه عرض 185 بدلا من 192، 2 كيلو 200 ده كريستال دورة زيت دورة. هنا الأصيل ده 750 ده زيت مخلط عامل 61، النقاء كيلو 800 ده درع عامل 118، عافية ده درع، عافية درع بلس 800 عامل 66 75، عافية الكيلو 600 عامل 134 75. في هنا سلايد ال 2 كيلو وربع 2 كيلو 250 عامل 165 ده درع، السلايد ال 750 عاملين 60، طب الروز جاردن، الروز جاردن 850 عامل 68 ده دورة، ده انا بقوله ده دورة. في هنا ده صاني حجم كبير 4 كيلو 400 عامل 280 جنيه، 4 كيلو 400 عامل 280 جنيه. نيجي بقى هنا كده للسمنة الروابي، الكيلو ونص عامل 100 جنيه، فوق ال 700 عامل 50 جنيه، يبقى ال 750 الكيلو ونص 100 جنيه ده في روابي. طب نيجي هنا لجنة، ال 700 عامل 50، مفيش منها كيلو ونص جنة. طب نيجي هنا الكريستال، كيلو ونص عامل كام؟ 102 75، 102 75. طيب أميرة الكيلو ونص عامل 114 75، في جنة فوق كده اسمها جولنار ده نص كيلو عامل 44 جنيه،
نص كيلو دي 500 جرام ودي كده نص كيلو دي عاملة 44 جنيه اسمها جولدنور ده سمن نباتي الجولدن ميكس الكيلو ونص عاملة 155 ده سمن خليط الجولدن ميكس دي خليط نباتي على طبيعي هو مكتوب خليط عاملة 155 كيلو ونص في هنا فرن دي طبيعي الكيلو 800 عاملة 490 الشيخ دي الكيلو عاملة 225 2 كيلو عاملة 450 دي البار حلو دي عاملة كام؟ ده كيلو 600 عاملة 470 كده الروز جاردن 700 عاملة 166 قلنا الشيخ اللي تحت دي 2 كيلو ده سمنة طبيعي جاموسي 2 كيلو عاملة 450 والكيلو عاملة 225 هنا جيش كده الشيراتون الكيلو نص عاملة 425 روتانا الحلوب دي كيلو 400 عاملة 370 وفي روتانا الحلوب 700 عاملة 170 وشيراتون 800 عاملة 223 شيراتون دي 800 عاملة 223 لكن الحلوب دي روتانا الحلوب دي 700 عاملة 170 في الحلوب المثالية دي 800 عاملة 225 فرن فوق 700 عاملة 190 بدلا من 219 يبقى فرن فوق عليها عرض كده 700 عاملة 190 بدلا من 219 هنا ده وادي فود ده زيت زيتون عامل 124 بدلا من 165 ده ال 500 عامل 124 بدلا من 165 اللي هو وادي فود طقر وأورجن ب 18 وكل واحد ليه كسين فقط كل عميل ليه كسين فقط الزحمه دي على كده على الرز انا بس عشان ما اجيبش الزحمه يبقى الزحمه اللي هناك دي كده على الرز ب 18 جنيه وكل عميل ليه كسين فقط في صقر وفي أورجن كان في الفانوس خلاص كان عامل 16.5 وخلاص وكان في الهنا وخلاص كله ده كده على الزحمة اللي هناك جه تاني وعليه بقى زحمة تانية مش عايزة طبعا اتضايق اوريكم الزحمة اللي عليه ده كده رز الضحى ده رز كبسة رز كبسة الضحى ب 40 ده ال 560 بتاع المحشي 570 ب 32 بدل 37 رز شرقي 540 ب 32 بدل 37 عليه عرض كده لكن بتاع الكبسة ب 40 بدل من 45